وبرحب بصديقي العزيز الأستاذ أحمد درويش الناقد الرياضي. يا أستاذ أحمد، مساء الفل، زي حضرتك؟ يا استاذ عمرو، مساء عمرو، الله يا يخليك. حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله، ربنا يخليك ويبارك فيك. المفاجآت عمالة تنزل اهي، واحدة ورا التانية، وبوركينا فاسو بتطيح بالنسور. بص، هو بالنسبه لي كاسم تونس طبعا اقوى، طبعا. وتوقعات كلها كانت بصراحه، بس اللي ملاحظ مستوى جنوب، مستوى بوركينا فاسو في اخر 4 نسخ، بيعرف ان ده المعدل الطبيعي لبوركينا بيعلى، فاسو انها بتوصل نص نهائي. صح. هي طلع، حتى لو تفتكر في 2017 ارهقتنا جدا كمنتخب مصر، ولعبنا معاها مظبوط، ضربات جزاء، ايوه كانت ند قوي جدا جدا. مظبوط، لكن منتخب تونس الحق يعني والامانه عانى من ظروف صعبه جدا في البطوله دي، حالات كورونا كانت وصلت 10 11 مظبوط، في مباريات، مفيش تشكيل تونس تشكيلين زي بعض. لو تلاحظ كده تونس حتى الماتش اللي فات المدير الفني المنذر الكبير كان غايب، كان عنده كورونا هو كمان. مظبوط، صحيح، هو بصراحه يعني الظروف ما كانتش في صالحهم قوي، ما وكثر كانتش خيرهم معاهم، يعني. بس ادوا يعني الحقيقه. كل التحيه للمنتخب التونسي، ادى وفقا لظروف برضه اللي هي على الكل الحقيقه، ولكن كان عندهم النصيب الاكبر من اصابات كورونا يعني، عندهم نصيب فمعليش، هارد اكبر. لك يعني. وبعدين هو كل التوقعات كانت في صالح نيجيريا مثلا في ماتش دور 16 امام تونس، مظبوط، وتونس عملت مفاجاه وكسبت رغم الغيابات ورغم الظروف. صح ظروف هي، بص، هي بطوله لحد دلوقتي يعني ايه، مش متوقعه، مش يعني هي مفهوم مش لها. مفهومه، ايوه، مش مش مفهوم مفهومه من لها. كل ايوه حاجه. مظبوط، مظبوط. يعني الظروف المحيطه والتنظيم والنتائج، لا الموضوع مختلف مختلف المؤتمر بصراحه. الصحفي بتاع السنغال وغينيا الاستوائية اللي كان المفترض يعقد من شوية برضو كمان لم يقم بسبب انقطاع الكهرباء، والمؤتمر الصحفي بتاعنا قبل ماتشنا مع المغرب اللي كان برضو النهاردة برضو من 3 4 ساعات برضو اتلغى عشان المرور والتأمين. فمعلش يعني، انا في بعض الناس يعني بتقسو او تتهكم او ما شابه، ولكن اكيد الناس دي مش عارفة الظروف هناك ايه يعني. والله كتر خير الدنيا يعني. مش دفاعا، يعني مش دفاعا عن يعني الكاميرون، ما هيش مصلحة معاهم، أكيد. بس لا، هو الظروف عندهم صعبة جدا. هم صح طبعًا. فعلا فعلا اتحطوا في وش المدفع، هم فعلا كانوا غير مهيئين انهم صح. ينظموا البطولة، حاربوا عشان تقام البطولة، هم حاربوا. حاربوا صح. ومش جاهزين بنسبة 30%. يعني عايز اقول لك يا استاذ عمرو، لا الموضوع هناك وأنت صعب هناك، جدا. أنت الماتش اللي فات كنت هناك واللي قبله، لو أنا ما كنتش غلطان. انا الـ4 ماتشات كنت موجود، الأربع ماتشات، طيب تمام، شفت كل حاجة بعينيك يعني. فشفت يعني ثلاث مدن، جروة ودوالة ودوالا. وياوندي، لا الثلاثة ظروف متشابهة، عملية التنظيم، عملية، لا الموضوع يعني ده يتكتب فيه كتاب، يعني قصة. بس المفترض يعني الجهاز الفني، خصوصا الثلاثي الحضري، وائل جمعه وشوقي، مع اللعيبه الكبار زي الحضري زي السوليه زي عبد الله السعيد، الناس اللي لعبت قبل كده في المنتخب وفاهمين الكلام ده، الناس عارفين دي ظروف افريقيا، وهو ده اللي حتى في الفرق، في الاهلي والزمالك والاسماعيلي وبيراميدز، هي دي الفرق، والمصري هي دي فرق، هي دي افريقيا وظروف اللعب في افريقيا يعني. ايه الجديد؟ ما فيش جديد، هو فكرة بس دايما البطولات المجمعة بيبقى الموضوع فيها التنظيمي بيبقى أكتر. يعني هم دايما متعودين مثلا بتلعب ماتش في دوري أبطال أو في الكونفدرالية فبتفاجأ بحاجات، إنما بطولة مجمعة زي بطولة كأس الأمم الأفريقية، أهم بطولة في القارة وتحت إشراف الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي واخد باله منها، فالموضوع بيبقى فيه شوية اهتمام زيادة. ما الكهرباء قطعت، ولا الراجل بتاع المايك شال المايك يعني عشان ما خدش شال فلوس، المايك، لا في بتحصل حاجات، يعني، الكهرباء قطعت. طيب. لا ده انت، ما انا بقول لك في ظروف بتبقى محيطه، صحيح. لا الموضوع صعب. يعني لو هنتكلم بقى الجوانب دي، فلا الموضوع صعب جدا. الله يعين. طيب بكره بقى طمني، ايه الاخبار اللي جايه من يعني من البعثه حتى الان، ولو ان الصور اللي جايه والاحتفال بعيد ميلاد ابو جبل والروح المعنويه في التدريب النهارده بالظبط رائعه بصراحه ما شاء الله يعني. بالظبط، بص المشهد ده تكرر من ماتشين، كان عيد ميلاد رمضان صبحي قبل مباراة مصر والسودان، فدي بتبقى لقطة كده الهدف منها بس ان انت بتكسر حدة الاجواء شوية، بتفك الدنيا شوية، صحيح، بتبقى روح معنوية شوية لمنتخب مصر، لان انت عارف ان دلوقتي الموضوع كله شعبك، شعب كامل مستنيه، فبيبقى الهدف منها بس بكسر حدة الجد شوية. انت صحيح، عندك مباراة مصرية بكرة، بس عايز اقول لك من خلال اتصالاتي باللعيبه ومصادر جوه، لا الحاله المعنويه مرتفعه،
رغم الظروف المحيطة من الإقامة والجو، اه،